طب ما تيجي نشوف على رأيك يا حبيبي. ألو مساء الفل. لا مش ممكن. لا مش ممكن. النجم بيومي فؤاد. لا لا يا خبر ابيض. احنا قلنا بقى ايه يعني نجيب لكم ذكريات الجامعه على بعضها كده فجاه فظيعه. نورتنا يا استاذ بيومي حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. عموما نجم بيومي فؤاد مش غريب على 92.1 لان بيوميات منورانا على طول، وهو يعني صوته مدفينا بشكل مستمر. حبيبي ربنا يخليك يا رب، تسلم لي. احنا بنتكلم عن ذكريات الجامعه، فانا هسيبك بقى تتكلم مع استاذ ماجد واحنا قاعدين بنسمعكم انتوا الاثنين. ما كانش بيبات معانا، ده ابن ناس ومتربي. احنا اللي كنا كان لان ده ابن ناس جدا، وكان بيروح ويجي، ده كنا مسمينه موم بيه. يا حبيبي ده انت ابن ناس يا حبيبي. ده نجم العروض عندنا يا حبيبي، وكان من يوم وهو نجم العروض عندنا، واحنا كنا اولاد البطه السوداء بنبيت ونعمل الديكور ونعمل الكلام. لا ده لا كلنا اشتغلنا مع بعض، كلنا اشتغلنا طبعا وما انساش. ماجد الكدواني اقسم بالله من يوم وهو نجم، بسم الله ما شاء الله يا حبيبي، وكان الله اكبر عليه. يعني مش ممكن التعاون والشغل اللي ما بيننا فعلا، يعني سبحانك يا رب. كنا بنبيت، احنا على فكره كنا بنروح فنون جميله يوم الجمعه 3 بلال العظيم عشان المسرح، وبنمشي 3 الفجر 4. طب يا استاذ بيومي، يعني بما ان حضرتك والدك كان موظف في الجامعه وموظف يعني تقيل، ما كانش ده بيفرض عليك شيء من الكوسه فتستغل بقى تفتحه في وقت مثلا المسرح ما يكونش مسموح؟ لا والله، لا والله لا خالص، ده عشان احنا الحمد لله كنا محبوبين جدا كفرقة أتليه المسرح حتى للدكاترة، وكان مستوانا ما شاء الله يعني على مستوى الجامعة بنجيب على طول مراكز أولى وعلى مستوى الجمهورية والكلام ده، وماجد الكدواني وسعيد مصطفى وفلان وأحمد حسين وفلان، الناس دول كلهم كانوا بياخدوا مراكز عالية جدا والله. أنا مش تواضع مني إن أنا ما بقولش اسمي، بس أنا بجد ما كنتش والله العظيم مرموق قوي الا في السنوات الاخيره، مثلا في ثالثه وفي رابعه والكلام ده، بس انا كنت حابب قوي اداريا، كنت يعني انا كنت النائب بتاع ماجد لما ماجد كان رئيس الفرقه، وبعدين عملت حركه في ماجد، ماجد قعد معايا كده فاتفق معايا بالعقل كده، ايه رايك نديها لولد من الاولاد الصغيرين، نسلم الرايه بقى يا حبيبي، الرايه ولد سهوله او اعدادي جميل بالظبط. كنا في ثالثه وايام الرجل اكل وزه. اول ما دخلنا فماجد قال مين يا جماعه عاوز يرشح نفسه انتخابات رئاسه الفرقه، رحت رافع ايدي، قعد يضحك ويشتم شتيمه، يا ابني ده انا لسه خارج دلوقتي حالا من الاوضه ومتفق معاك نديها العيل صغير، يا ابني ابوس ايديك، والمصحف قعدنا نضحك طبعا، ادوهاني طبعا يعني بالتزكيه يعني خدتها برضو. لا اصل اقول لك على حاجه يا صبري، بيومي كان محبوب جدا بجد سبحان الله، صدقني مش مجامله، كان محبوب لله في لله، يعني بيومي كان يطلع على المسرح من رياكشن يضحك، عارف اللي هو فيه طاقه ضحك كده هتضحك من غير حاجه، من قبل ما يعمل حاجه هتضحك. الله، مع انه كان بشنب وقتها اعتقد، طاقته بقى عاليه. هو كان بشنب بالظبط، وكان كاره شنبه جدا ومراعيه جدا، ومراعيه عشان يحاول يحبب نفسه فيه. ايوه بس ما كانش فيه فايده. عموما يعني احنا كسبنا نجمين مهمين جدا من كليه فنون جميله، هو النجم بيومي فؤاد ونجمنا الجميل مجد الكرو. نورتنا استاذ بيومي، ونتمنى لقاء قريب ان شاء الله. ربنا يخليك، مبسوط لسماعك صوتك، ربنا يخليك يا مجد، جميله وانت تستاهل كل خير يا علم الله، ربنا يبارك فيك يا مجد. شكرا يا حبيبي، وسلامي لكل اللي عندك يوصل ان شاء الله حبيبي. شكرا جدا، شكرا، مع السلامه.